من أتحدث عن الحل يعني اللي قدمه السيد السوداني القريب الحال جدا. الحال حال حال هذا حال هذا حال هذا حال تكنيكي تكنيكال. هو يريد ياخذ غاز حقه، لانه جماعه قانعين انه 5000 ميجا واط اللي راحت بسبب الشت داون مال الغاز. تحدثت عن حتى فوضى اشرح لك شيء، انا بشهر اب ما راح ادخل بتفاصيل الكهرباء بقدر ما اتحدث عن الفوضى. اقول انا الفوضى قلت لك، الامريكان عاده عندما يدخلوا في موسم الانتخابات، انا اربط وحده بوحده، ويحصل قلق خارجي يستثمر في السياسه الداخليه الامريكيه. اداره بايدن الان موجه لها سهام الفشل في افغانستان، واكو تحقيقات كبيره في الكونغرس هنا عيني، وكذلك اكو اطراف امريكيه تعتبر اجراءاته في العراق الحقيقه غير كافيه. هي تريد منا ان يستهدف الميليشيات، هم ما يسموهم قاده مقاومه وكذا هنا بالمناسبه، تعتبرهم ميليشيات، لان هذا يعيق المشروع اللي جاءت به السفيره. والسفيره جاءت هنا الحقيقه في واشنطن لانه مستاء، اسمعيها مني، اذا طلبت جلسه هيرنج يعني جلسه استماع بالكونغرس واحتمال تطلب، معناها اكو عندها موقف قد تتخذه يصل حتى الانسحاب من 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 منصبها، لانه هي هذول مو مثلنا عيني، يتفق ويقلب عليه، يعني يتفقون مع كردستان وثاني يوم يقلبون عليهم، هذه ما تشتغل هنا، هي جت وفق اتفاقيه عزيزتي يسموها بارتيزن، يعني اتفاق حزبيا قبل ان تستلم المنصب، قالوا لها روحي اشتغلي بكل طاقه زين، واحنا كل ما تحتاجي جاهز. فلما تصير مشكله استهداف او انه تقدم تخابر امير قطر، بالمناسبه خل اقول لك شيء هم هاي لك، تخابر امير قطر تقول له تعال العراق وعلي المشروع اللي متفقين عليه اللي هو استراتيجي امريكي، واللي كان طبعا سبب حتى المشاكل في سوريا بالمناسبه عام 2011، لان هذا كانت روسيا ما تريده ولا زالت روسيا ما تريده، ولذلك ايران وروسيا يعملوا على اعاقه اي خطوه تسويها حكومه السوداني في اتجاه تطور هذا المشروع الكبير الحقيقه اللي يمتد من خلال اراضي العراقيه وكردستان باتجاه اوروبا، وهو بديل لخط نورستروم اللي هو عليه الان الحرب في اوكرانيا. شوفي وين احنا نحكي المستويات وباقي العالم وين تاخذنا المساحات. ولذلك هذه واحده من المسائل اللي سببت لها استياء حقيقه، ولذلك هي وهاي التهديدات اللي تسمعيها جنابك على السفاره وغيرها. ولذلك هي جاءت هنا لانه تحسب نقطه على صدري، يعني هي مو جايه فيكيشن، يعني مو جايه تتمتع. ارجع على نقطه قالها الاخ عماد اعتقد تتعلق في زياره السوداني الى 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 الاقليم. من الطبيعي انه الاهم داعم الحقيقه واهم من يبقي اي حكومه، وهذه ليست مجامله، هو الاقليم وبالذات شخص السيد البرزاني حقيقه، يعرفوها قادة الإطار يعرفوها، مو لأنه هو هسه كذا كذا، هي المعادلة السياسية في العراق، يعني مثلا تأثير على سبيل المثال، تأثير مثل تأثير الحلبوسي على الحكومة العراقية، هل يستطيع الحلبوسي الآن اللي هو تدري وضعه شنو السياسي؟ يعني يهدد بإسقاط حكومة؟ ما يقدر.